ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الثالث من هذه الأمسية، شوط الخيل المهجن الأصيلة تكافؤ الدرجة الخامسة من 0 إلى 70 هنا في المضمار الرملي. انطلق مع جودة رقم 13 ساكسن سين لرفع ريسينج البيتوسانا على المركز الأول، محاط خط للصدارة مع خديجة عبد الواحد روك بوتم وعبد الرحمن عبد الواحد برانيلا فند على المركز الأول. ثالث المراكز محاولة من قبل الجواد رقم 6 الجواد هانكري فور فاشن لأبناء عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري لوكاس دولوزيا على المركز الثالث. رابع محاولة التقدم من قبل الجواد رقم 12 وكيل لمربط إنجاز وتوماس لوكاس جهاد الأحمد على المركز الرابع. هيزا دريم يتقدم مع عبد العزيز الكثيري وشاكر البلوشي على خامس المراكز. سادسا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 1 أرصاد لفهد بن مبارك لقرون أحد المرشحين في هذا الشوط. إبراهيم نادر على المركز السادس. سابعا أيضا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 3 زيكاتيلا لعبد العزيز صالح الجابر سفيان سعدي على سابع المراكز. عودة إلى المركز الأول والصدارة مع الجواد رقم 14 الجواد روك بوتم لخديجة عبد الواحد وبرانيل أرفيند على المركز الأول. محاولة الرفاع ريسينج مع ساكسن سين جاسم الغزالي البرتسنا على المركز الثاني. من الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدر المركز الأول مع ساكسن سين البيتو سنة على المركز الأول مع الرفاع ريسينج. جاسم الغزالي يتصدر هذا المشهد مع ساكسن سين الرفاع ريسينج مع جاسم الغزالي والبيتو سنة بفرق بعيد عن باقي الجياد. فعلا ساكسن سين للرفاع ريسينج على المركز الأول بفرق بعيد عن باقي الجياد. البيتو سنة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط الفلف. مبروك على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز المستحق والجميل طبعا للرفاع ريسينج وجاسم الغزالي. And the official results for the third race of the day. The winner horse number 13, Saxon Scene, owned by Al-Rafal Racing, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Alberto Sana. Second horse number 3, Zikatela, owned by Sir Abdulaziz Saleh Al-Jaber, trained by Hadi Ramzani, ridden by Sofyan Sadi. Third horse number 10, Warsan, owned by Wadi Al-Sail Racing, trained by Hamad Al-Jihani, ridden by Abdullah Rashid Al-Hajri. Fourth horse number 12, Wakil, owned by the Inja Stud, trained by Jihad Lahmed, ridden by Thomas Lukasik. And in fifth place, horse number 11, He's a Dream, owned and trained by Mr. Abdulaziz Ali Al-Kathiri, ridden by Shahid Abalushi.